لسنوات طويلة كانوا يعتبرون من بين مفقودي الحرب العالمية الأولى، هم جنود من بريطانيا وأستراليا خاضوا معركة فروميل في شمال فرنسا، لكنهم لم يعودوا إلى ديارهم. والآن نظمت مراسم دفن لائقة لعدد منهم تم العثور على رفاتهم في مقابر جماعية. وفي ذكرى المعركة تجمعت العائلات لحضور مراسم دفن أحبائها في هذه المقابر. إنه يوم مؤثر لأندرو جيست، لأن قريب والديه إريك هاردينغ تشينر كان في 22 وكان مخطوباً يستعد للزواج حين قتل. إن واقع دفن رفات إريك تشينر تحت شاهدة قبر تحمل اسمه وعليها الكتابات التي أرادت العائلة أن تضعها عليها منذ العام 1920 يعني الكثير بالنسبة إلي. ومعركة فروميل كانت قصيرة وعنيفة، حيث أدى هجوم على المواقع الألمانية على الجبهة إلى مقتل أكثر من 7000 عنصر من قوات الحلفاء. وبالنسبة لأستراليا التي خسرت أكثر من 5000 رجل، لا تزال هذه المعركة أسوأ 24 ساعة في تاريخ جيش البلاد، وهناك كثيرون مصممون على تذكر فصولها. هؤلاء الشبان الشجعان غادروا أستراليا في مغامرة ولم يعودوا أبدا، وبالتالي أقل ما يمكننا فعله هو المجيء إلى هنا وأحياء ذكراهم، لأنهم ضحوا بأرواحهم. كما تعلمون خسرت بضعة جنود حين كنت أؤدي الخدمة، وأشعر بهذا التأثر وأرغب في أن أكون هنا لأشارك الحاضرين مشاعرهم وتأثرهم. وتدشين المقبرة يأتي بعد سنتين من الأبحاث وأعمال النبش المتواصلة التي تم في خلالها نقل رفات حوالي 250 جنديا، والآن يرقد هؤلاء في مثواهم الأخير بعد أن استعادوا مكانتهم في التاريخ.